السلام عليكم صحباتي، لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة هانين؟ نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بصحة جيدة ويلقاكم نشطات يا ربي. كنشكركم بزاف البنات، انا كنقولها وانا فرحانة، وكنشكركم مرة اخرى بزاف على الفيديو الاخر، يعني تبارك الله طلع بزاف والتشجيعات كانوا فيه بزاف، وكنشكركم والله لا كنشكركم. وكنقول الناس اللي دخلت عندي جديدة في القناة وتابونات معايا، كنقول لها اختي مرحبا بك عندي في القناة ومرحبا بالجميع. الناس اللي ديما كيسولوني فين جيتي اختي المحل، اختي المحل ديالنا جا في كازا، جا في حي الازهر اللي جا فوق البرنوسي، كتدخلي لحي الازهر سولي على تيرا الوفا. لما عرفتيش يعني تتوصلي تيرا الوفا سولي على اي واحد، قلتي لي قهوه المرضي، راه حنا المحل ديالنا مكتوب في الاشهار خياطه الادارسه حدا قهوه المرضي. مرحبا بكل اللي ما عرفاتش كاع اتصل بيا ونعت ليها. مرحبا بالجميع البنات، اليوم عندنا فيديو ديال البيع، شي حاجه غزاله وفي كاليتي ديال التوب في المليفه في الاولى، يعني شي حاجه غزاله البنات، وش حاجه تخدمت باليد وشي حاجه غزاله. انا غادي نوريها لكم وانتم تعطوني الراي ديالكم كيف العاده والتشجيعات ديالكم البنات. ما تنساوناش باللايك ديالكم، التشجيعات هكا باش كتطلع ليا القناه وتطلع لي يطلعوا ليا الفيديو ديالنا. شوفوا البنات هادي غزاله، رشيمه جديده ورشيمه نقيه. هادي البنات في كشمير دي ميسيزو، هذا الترابي يعني واحد الباج اللي هو كيبان لكم ني تراوه في الفيديو، كيبان لكم ترابي غزال، رشيمه نقيه وغزاله، تخدمت بالوان هادئه ترابيه يعني موف ترابي باش ترابي برونز، تخدمت مهدن اللوينات. كاينه هادي فيها الرباطيه شفتوها البنات، فيها البريد، فيها الغرزه الفرنسيه، فواحد شويه ترداخ هنايا شفتوها، تخدمات غزاله يا البنات، عين عقده البنات، لقيدات يعني بلديين وشي حاجه زوينه. نص سوق البنات، نوريكم الخدمه هنا في الكم، شفتوها الرباطي باليد في الكم، هاي رشيمه غزاله ونقيه، يعني شي حاجه ما ضيعاش في السوق وكتلبسي شي حاجه نقيه غزاله. شوفوا لنا الخدمه، انا كندور لكم كم كامل باش تشوفوا الخياطه ديالو، بان انا ما كايناش هذاك اللي كتكون في راس الكم مدرقه، يعني كندرقوها. شفتوها انتم هنايا درت تدريس كي غادي مقاد، خدمه نقيه والتوب كاليتي البنات. اللي كيسولني بزاف على التوب كنقول لي اختي راه عندنا التوب كاليتي وشي حاجه غزاله، ما كاينش تحباب نهائيا، يعني يشد لك الخمله، هذيك المشاكل اللي كتلقايها في التوب ما تلقايهاش عندي. ديما كنقلب على الجوده في التوب، عاد كنخدم البنات، ما يمكنش نخدم بياسه بثمن ونخسر فيها المعلمه ونخسر فيها سمعه المحل، يعني ضروري نقلب على شي حاجه اللي هي مزيانه. نعطيكم العبار ديال هاد البياسه اختي، 41 في الكتاف، 62 في طولكم، 32 في الصدر، 35 في الحوض البنات، صحابات اللي طايل كبار، الطول ديالها متر و 39، غزالة البنات وزوينة صراحة، عجباتني هاد الرشيمة البنات، جات مهدنة اللوينات ديالها مهدنين. هادي كتبقى ب 800 درهم البيع ديالها. نعطيكم هاد البياسات في الراندة البنات، شوفوا الموف ترابي غزال، هاد الموف راه يلا دخل هاد العام، راه كيبان لكم في الصورة بأنه كيبان موف عادي، ولكن واحد الموف غزال خدمناه في الراندا، خدمتو حصيره، درت لها رباطيات في رباطي باليد هذا البنات، بالغوز رماني وبواحد لون سوموس والسام برونز، تخدمت كامله باليد البنات، تلاقيه كلها باليد البنات. شفتوها القبعه انتم كيفاش كيبان لكم الطيحه ديال الكتاف ديالو، مازال ملي كتلبس جلابه عاد كتبان. انتم الخدمه لا فينيسيو البنات، مليفة غزالة، مليفة غزالة هادي، وعرفتي البنات هاد المليفة قد ما كتلبسيها وكتصبن عاد كتعطي اللون ديالها، وكتصلح كتعطي اللون ديالها، يعني باش تبهات ليك ابدا البنات، حاجة غزالة. نعطيكم العبار ديالها، 40 في الكتاف، 61 في طولكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 33 في الحوض، والطول متر و 34، هادي البنات كتبقى ب 900 درهم البيع ديالها. شوفوا في الموف جات غزاله الموف، شوفوا الخدمه ديالها. دابا ملي كنقرب لكم باش تشوفوا الغرزه كي دايره وتشوفوا الراندا كي دايره، الضوء ديال الكاميرا كيبهت لي اللون، ولكن نقرب لكم تشوفوا الغرزه باش تشوفوها صامته، خدمه نقيه، هذه الحاله زونه البنات، شي حاجه زوينه، لوينات غزالين نقيه، تخدمات كامله اللون في اللون. شوفوا لا فينيسيو البنات، نقرب لكم باش تشوفوا لا فينيسيو كي دايره،
فينيسيون ما نذاكروش عليه. لا بالنسبه للخدمه كامله تشفتوا القب البنات، حيت كاين اللي كيبغي القب دابا، كاين اللي كيجي في الكتاف مقجوج ولا كيجي فيه هنا الخرطه. لا انا كندير شي بصاله زوينه في القب باش يجي حتى القب يجي همه. نعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 40 في الكتاف، 60 في الطول الكم، و 31.5 في الصدر، 30 في الحزام، 33 في الحوض، والطول متر 39. البنات هما راكم عارفين الطول يمكن له يتنقص ويمكن له تزاد. هاد ديال البنات كتبقى ب 1000 درهم البيع ديالها، والخياطه ديالها ب 800. الناس كيسوني بزاف على الراندل، الخياطه ديالها ب 800، بحال الرشمه ديال الخريطه، ديال السنسله، يعني ديال الحلزون، ديال الساحره، كاين رشيمات بزاف اسماء كثيرة. انتم لا فينيسيو باش نوريها لكم فتحات الجناب. هذه البنات تخدمات بالغوز بيبي، تخدمات بالمرتديلا، تخدمات بالصفيفر بناني، تخدمات بالخرشفي، جات غزاله. هادو البنات كلهم داخلين في مع الموف، جات غزاله غزاله بصراحه غزاله. مباشره ما كتعطيش حق التصوير، ولكن ملي تشوف البياسه اختي مباشره وتوصلك البياسه اكيد غيجيني داك الميساج كيف العاده. تبارك الله عليك حنان، والله الا اختي راه صراحه كنخدموا شي حاجه ديال النفس وعلى الذوق، يعني ماشي كنخدموا غير اللي غير باش نتخلصوا وصافي، لا كنخدموا شي حاجه اللي نترحموا عليها، حتى الوالدين ترحموا عليها. شوفوا هذه البنات، واحد البلوغوا اللي غزال، جاب يعني فوق البلوغوا واحد اللوين خطير، غزال غزال. يلا دخلت هو هذا العام يعني جاف، يعني مغلوق على البلوغوا قريب البلو مارين، ولكن راه نقولوا بلو مارين فاتح، نقولوا بلو هو غامقه، جات غزاله. دخلت فيه البنات هنايا الشويبي السماوي الشويبي، ودخلت فيه الغوز بيبي بارد، جات زوينه مع الصام برونز. شوفوا كي جات خطيره، بصحه اي وحده غتاخذها. تخدمت كامله اللون في اللون، تضريس طلاقيه براندا كلها اللون في اللون. هانتوما البنات القب كي داير، المليفه غزاله، كاليتي في الثوب، كاليتي في الخدمه، الغرزه نقيه. الله يعطي الصحه للمعلميات كاملين والمعلمين اللي خدامين معنا. نعطيكم العبار ديالها 42 في الكتاف، 59 في الطول الكم، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 33 في الحوض، والطول مترو و 31. الطول يمكن له يتزاد حتى 36 ويمكن له يتنقص البنات. هذه حتى هي طلعت مالي اليوم حتى هي البنات كتبقى ب 900 درهم. صحابات لي طاي كتبوا لي بزاف، بغينا لي طاي 28، صيفطوا لي بغاو طايات صغارات. ان شاء الله غنخدم على لي طاي صغار، ان شاء الله ندير لكم موديلات زوينين دال لي طاي صغار ان شاء الله باذن الله. تعال لي طاي كبار كتكتبوا لي، غنخدم لكم لي طاي كبار ان شاء الله. شوفوا هادو البنات البرشمان غزاله فلولاها البنات، هادي شفتوها قربها لكم، هذا في التبلوله بحال لابسه انا. اللبسه ديالو خطيره، هاد الثوب صراحه خطيره خطيره، اللي غتلبسها غتعرف بحق هاد الثوب غزال. تخدمات بالماغو وبالغوش بريك، خدمتها كلها باليد، راكم عارفين البرشمان كله باليد. زواقه غزاله مرمى كتشوفوا فيها البنات، مرمى في الكميمات، الافتحات في الجناب، البرشمان كيتخدم رقيقه البنات، شي حاجه غزاله. نعطيكم العبار ديالها، اللون ديالو جا بحال يعني الموطارد، هو ماشي موطارد يعني جيت بحال القرعه القرعه القرعه، نقول لكم القرعه الرطيليه عرفتوها البنات كي دابا الرطيليه، كاين اللي غيعرفها كاين اللي لا هذا الاسم. القرعه الرطيليه اللي كتكون كتجي مع القرعه الحمراء، ولكن هي اللون ديالها في شكل، المهم اللون ديالها غزاله البنات. هذه انا نعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 41 في الكتاف، 54 في الطول الكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو و 37. الطول راكم عارفين اصحابات يمكن له يتنقص ويمكن له يتزاد. هذه البنات كنبيعها كامله ب 800 درهم. يلا لا غلا على مسكين ب 800 درهم. صحاباتي نعطيكم البرشمان دابا، البرشمان شي حاجه غزاله وشي حاجه زوينه. عطيتها لكم في الاولاه، شفتوا الاولاه بحال الاولاه اللي لابسه انا، عرفتي البنات الاولاه اللبسه ديالو خطيره خطيره، يعني تتلبسي وغتعرفي الحق ديالو، ماشي الاولاه اللي كتعرفي كيف العاده ديال ديما. هذا الاولاه شي حاجه ماركه زوينه وشي حاجه غزاله. هذه تخدمات كي قلت لكم بالبرشمان، تخدمات بجوج اللوينات ديغرادي، خدمتها بالغوج بغيك وخدمتها بالماغو مرمى كي كتشوفوا فيها في نص السوق وفي الكميمات، حتى هما جات المرمى. تخدمات بالبرشمان هابطه رقيقه شفتوها،
وجات زوينه. شوفوا القب ديالها البنات، هاد اللون ديالها ماشي مطارد غير البنات، هذا اللون ديالو بحال القرعه الرطيليه، واحد اللوين خطير وغزال. يلا دخلوا هاد العام ودخلوا حتى في المليفه هاد اللوين. نعطيكم العبار ديالها، العبار ديالها 41 في الكتاف، 54 في الطولكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو 37. الطول كله تنقص كي قلت لكم وكله تزاد. هذه البنات كتبقى كامله ب 900 درهم، غزاله نقيه، خديمه كلها باليد وتب غزاله البنات. هذه القرونه البنات، القرونه في الكشمير رقيق بزاف، يعني بحال شكل تاع المليفه، وشويه غلد على المليفه، يعني ديما يسيزوني بالك تلبسيها حتى لشهر 6. هذه شفتوها خدمناها حتى هي بالبرشمان، قرونه اللون ديالها غزال، دخلت فيها الغوز بيبي ودخلت فيها المرتديلا، رشيمه نقيه كتشوفوا فيها، راه ها نتوما كتشوفوا فيها رشيمه غزاله، هي داويه على راسها شاكره راسها. انتما القبه البنات من هنا، ها هي المرمى كي دايره في الكمام، مرمى في الكميمات، هابطه بالبرشمان رقيق بجوج اللوينات بالخماسيه، جات غزاله غزاله غزاله. شوف الرشيمه، شوف اللوين اللي دخلت، راه ملي كنقرب كيبان كيهرب ليا اللون. هذا راه غوز بيبي البنات، ماشي باش كي كيبان لكم، هذا راه مرتديلا. المهم بحال هكا نشوف واش غيبان لكم اللون، وهاك هذا هو اللون ديالها. غير ملي كنقرب لكم باش تشوفوا الخدمه قريبه ما كيتبانش اللون، كيهرب اللون ديال البياسه. انا نعطيكم العبار ديالها، 44.5 في الكتاف، 61 في طولكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو و 35. هذه كامله كتبقى ب 900 درهم البنات، بالخياطه ديالها بالتوب ديالها، التوب ديال 250 والخياطه كدير 700، ناقصه فيها 50 درهم البنات. غزاله غزاله. ها هي البرشمان عاوتاني في القريه البنات، شفتوها حتى هي جات غزاله، لوينات نقيين وتويب غزال ونقي بصراحه. الكشمير غزال، ماشي شي كشمير غليظ، يعني كشمير ديما سيزولي هو رقيق البنات، إيه تقدر تلبس شهر 3، يعني شهر 3 بغيت نقول شهر 6، قلت شهر 3 يعني شهر 6، لانه ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف بحال المليفه، غلط من شويه من المليفه، يعني راه كتشوفوا فين انا ماشي غليظ بزاف، قلت لكم جمعتو البنات ماشي شي غليظ بزاف. نعطيكم التلوينات باش خدمتو، خدمته بالمسكي يعني واحد الصفر خطير، خدمته بالخرشفي وبالمرتديلا. انتما التلوينه ديالها كي دايره غزاله، عرفتي هاد الرشمه تبارك الله كتلقى الاقبال كثيره بزاف بزاف، عندي فيها الخدمه كثيره بصراحه، وهي نقيه البرشمان كيبقى نقي وما كيدي موضاش البنات، بحال الشكل تاع الرانضي، شي حاجه اللي عندنا اصاله في اصاله في الجلابه. شفتوها غزاله، تشكيله زوينه. شوفوا هنا الهبطه ديالها، دبطناها بالخماسيه، دخلنا الديكرادي ديال التوب اللي جا قريب الخرشفي، ودرنا هاد القليبات بالصفيفر بالمرتديلا، جات زوينه. انا نعطيكم العبار ديالها، 40 في الكتاف، بعدا 40 في الكتاف، 56 في طولكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو و30. حتى هي كتبقى البنات ب 900 درهم غزاله. البنات نتمنى الفيديو يعجبكم ويعجبكم الموديلات اللي حطينا لكم، ونتمنى لصحاباتي اللي ما كيلقاوش العبار ديالي كتقول لك بزاف انا بغيت ناخذ من عندكم ما لقيتش العبار ديالي، نتمنى تلقاي هاد النوبه العبار ديالك في الجلابه اللي انت بغيتيها، وما تنساونا التشجيعات ديالكم، شجعونا هكا باش كيطلع الفيديو وكتزيد كتطلع القناه عندي. ومرحبا بالجميع، السلام عليكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله.